حلوين طقم كامل شو رايك؟ ليك بشكل سمشي ايوه ايوه اليوم انا انا راح اعمل عمايل بتالين وجورج راح اتحكم بحياتهم. طبعا اللي حضر الفيديو اللي تالين تحكمت فيه بحياتنا انا وجورجيو عملت فيهم العمايل روح اللي ما شافوا يروح يتفرج حط اللينك تحت تمام. بس اليوم قبل ما يبلش الفيديو ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس على الوضع الرمادي. تفضلوا بلشوا امشوا لي بالمقلوب من هون لعند المحطه. تصوصوا تقطعوا الشارع بالمقلوبة؟ لا ما لي علاقة. شوفوا المجانين شايفين؟ يا جماعة من هلا عم لا يا جماعة وصلوا الفيديو لل 20,000 لايك يا جماعة بالله 20,000 لايك 20,000 لايك لأتحكم بحياتهم ويعمل فيهم عمايل. يا جماعة وصلوا الفيديو لل 40,000 لايك أنا بدي أتحكم بحياتهم وأعمل مسخرة منهم. انتوا مبسوطين يعني؟ واحد بده يعمل مسخره والثاني بده يبهدلنا. حياتي ما هو هذا المطلوب. عادي حبيبي، بتعرفوا انا شو عملت فيهم هذيك المره نزلتهم بشعر في فاروكه يعني. بتتذكر ايام مشيت هالطريق انت حاطط هالفاروكه؟ انا كلها بعض عم بمشي بالعكس. ماشي تفضلوا يلا يلا شوفوا العالم وراكم، العالم وراكم، العالم وراكم، العالم وراكم. يلا هاي اول تحدي لك يا جماعه. بلشت النداله يا جماعه. التحدي الثاني او الامر الثاني لجورجيو وتاني انه اثنيناتهم يقلعوا جاكيتاتهم يحطوها هيك بطريقه هيك مطويه على راسهم ويمشوا من يعني مسافه مثلا شي 100 متر. هلا لعندي انا رح اروح الطرف الثاني وصورهم هن وجايين اثنيناتهم حاطين على راسهم وماشيين هيك بدكم تمشوا مثل الهتر. اوكي ماشي يلا فرجوا. جورجيو عم بيعمل الدور بطريقة ما بقى يعني. يلا جورجيو بصدق على حاله انه مجنون. كملي طريقة كملي طريقة جورجي جن برد كثير يا جماعة. هلا رايحة اشتري كم غرض. ناطرة كثير اشياء يا تابين بس هلا هيك عم تحطني شغلات. يعني هاي حماية اسا يسمى صح؟ هاي اسمها حماية اسا لأني نحن ملابس بسبل ها؟ جينا على محل لازمنا مخدات وأغطية للبيت فما بعرف عم يخطر لي شغلات هيك شوي جهنمية. تعليم ما عم يعجبك شي؟ ليك هون لقيت مخدة. وأخيرا استقرت على بعتقد هيدا للنوم علي مو استخدميها لكم خده يعني بس جد كبير كثير لفه كلها هيك لفه ونام فبدي اخذ قرار اثنين. طيب ماشي هوب 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 طولوا بالكم طولوا بالكم. حبيتي المخده؟ زتيها على الارض؟ زتيها على الارض؟ شطحي علي شطحي على الارض بسرعه بسرعه اثنيناتكم يلا ايوه ايوه ورجوني كيف بتناموا ايوه كيف هالتجربة؟ وعلى الأرض كمان؟ يلا باي خلصنا؟ حياتي؟ نعم انزلوا لي اثنيناتكم لهون شو؟ هون 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 جوا 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 بدي اياكم معروضين مع البضاعة يلا أنا لحالي مبسوط اثنيناتكم لتحت يلا أنا راح أتفرج فوق شو في يلا لك شو بعتلي؟ هون يلا نشوف بس نسأل شو ها؟ شو هاد للبيع؟ شو هاد؟ يا جماعة لو يقدر سعرنا بس حياتي والله مناح 149 يورو أنا شاية. طيب بدي اثنين منكم إذا بتريدوا بدي اثنين. اجوا عالم اجوا عالم يلا اطلعوا 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 يلا هلا خلصنا شري الغرام الموضوع خلاني اشتري هيدي يعني الشيء اللي انا بدي اياه يعني انا كيف بدها تنام علي ما بعرف.
يا جماعة نحن داخلين شفنا تخت كتير حلو، رح خلي تالين وجورجيو يتشطحوا عليه، بس بعتقد رح ياكلوا بهدلة، هيك حاسس أنا. بدكم تناموا على التخوت إيه؟ شو أي تخوت؟ التخوت اللي شفناهم هلأ من شوي. لا والشرط تقلعوا من إجريكم وشغل هيك تشطيحة ورواء وكذا وكيف وصيف، أوكي؟ طب مو هلا نمنا على الأرض ونمنا جوا المحل؟ لا لا هي على التخوت، على التخوت. لونا؟ عم بختار الفرشة كمان ما بصير هون؟ بدك تقلعها من إجريك وتتشطحي وشغل نوم ها؟ بابي أنت كمان؟ إيه اوكي. لا لا بدك تقلعي وبدي هيك مثل الشعور انه انت مرتاحة مرة. يلا ما شاء الله على قلبها يا جماعة. جورجيو اخذ الموضوع بكل بساطة، يعني انا ما تصير معي لحتى اعرق. وصلوا الفيديو للعشرين الف لايك. ما توصلوا الفيديو يا جماعة. هيدا الفيديو تحديدا ما بده يوصل. لا 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 دقيقة معلش بس قلن شغلة. شايفين هون التخت محل ما انا نمت؟ اوكي شوفوا تحت التخت. طالين بطلع من الشمال. لؤي بدي نايمة والله تحت التخت هون. شو رأيكم؟ وصل الفيديو ل 20 الف لايك. ماشي ماشي يا لؤي. يلا خالص باب. ليش هيك عامل مثل طرزان؟ لؤي بيعطينا الشرط وهو بيخجل اكثر مننا. ما بعرف شو بيخجل العالم قاعدة بتفرج يعني بيخجل ليش نحن تشطحنا؟ طيب وين جوجي؟ لك جوجي 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 ما بيخجل بابا. بابا بحاسب الخجل؟ يلا حلو اللون. تعالين جوجي تعالوا دقيقة تعالوا. لونا ليه الله يستر. نحن بمحل فيه نسواني فيه رجالي صح؟ ايه بدك تطلعي تقيسي شي رجالي. لا لؤي بدك تطلعي تقيسي بدل كامل قميص وبنطلون رجالي. طيب وجوجي شو بده يعمل؟ شوفي شو شفت. هي لجورجيو، جورجيو رح يقيس ثياب بناتي. لا ايه تمام بدك تقيس تطلع وتشوف هيك تمام وكذا. لا لؤي وانت بدك تقيسي رجالي. ايه تطلعي فيهم. طب يلا ليك يا بنطلون شو حلو. بس بدي شيء على مقاسي لؤي. طولي بالك فيهم شو بدك مقاسها. لؤي بدي شيء ستايلش. لونا ليك قميص ابيض وبنطلون ليك معك. تعالين عندك هي جاكيت الجلد كمان تلبسيها فوقه. يلا مامي شو مبسوط؟ صبيان مشوا على البنات حلوين طقم كامل شو رأيك؟ لا شكله شو ماشي. مو انت اللي بتعمل كل شيء تفضل. لا هي اكلنا هوا ذوق لؤي بالبناتي شيء بيرفع الراس بصراحه. اوه لو عندي بنت ما بلبسها اياهم. يلا مشوف بابا لو انا بمسكهم. شو انت هذا التحقق. يلا لنشوف. يلا برافو. يلا يا جماعه هلا تفرجوا الضحك. لك خجلان كثير. هو اللي ما بيخجل على اساس. يلا على الفيتنج روم. واو وين رايح وين رايح؟ شو هذا شو ها يا عين والله لك ها. يا جماعه اي شباب عم يحضرنا هدول كثير كول. لبقولك لابسه ثيابي فوق ثيابي. قوم قوم يلا جوجي خجلان على اساس انت اللي ما بتخجل من شيء. لك يلا قوم يلا يلا اخر مره فرجينا الكاميرا. يلا جوجي عموله. يلا رقصة شب وبنات. شو؟ رقصة شب وبنات. كيف بيرقصوا الشباب؟ العالم مليانة. يلا 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 بابا يلا. بابا حلاكي. ايوه ايوه. جوجي والله تعالين ما بتخجل ابدا طلعها جوجي. ليكو اول التحدي قال لي شو ما قلت لي ما ليكو 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 ماشي ماشي تعالوا يلا تعال هون. يلا تعال يلا يلا 1 2 3 حاجة. هلا خلصوا بدهم يغيروا بقى ثيابه. انا مبسوط هلا مثلا يعني اذا وصلوا لل 20 ألف وجيت انا بدي اتحكم بحياتك ولبستك ثياب بنات. لا والله
شو لا والله؟ لك ما احلاها؟ شو لا؟ ليش لتلبسني ثياب شباب؟ انتوا بس وصلوا لعيونكم، انتوا بس وصلوا، لا هون جوجي جوجي. لك وهلا شو عم نشتري؟ بلوزه. شو مقاسها هي لؤي؟ 3 اكس لارج، يعني هي بتلبسني انا ومعي اثنين تقريبا، تمام؟ ايه بتلبسها. فكروا ليش مشترينا هالبلوزه؟ هي البلوزه. احذروا، اكتبوا لنا بالكومنت للفيديو الجاي، بس احذروا ليه؟ بلوزه 3 اكس لارج يا جماعه. يعني انطروا الفيديو الجاي. فانا بتخيلوا انا لابس 3 اكس لارج، بس فكروا ليش واكتبوا لنا واستنوا الفيديو الجاي. ليكوا حلوه علي؟ ايه بالبلد. اليوم الفيديو خلص. ان شاء الله يكون عجبكم. جوج كيف التحديات؟ كثير حلوه. احلى فقره لما شو لبست بنت. حبيت التنورة الحمراء؟ لا يعني جبتهم على الفي هالمرة. وصلوا الفيديو لال مليون 20,000 لايك لحتى انتقم انتقام فظيع. وصلوا لل 30,000 لايك بأسبوع. ايه. أنا بنتقم منهم انتقام. اوكي اتفقنا. 20,000 لايك أنا اللي بنتقم منهم، 30,000 لايك جورجيا بنتقم مننا. فشو بتحبوا وصل الفيديو؟ هلا بدنا لكم بحبكم كثير كثير كثير، انطروا الفيديو الجاي. ما تنسوا لايك شير سبسكرايب سبسكرايب لايك وشير سبسكرايب فيديو جاي باي.